صباح الخير. الحدث الطارئ المتمثل بإعلان قطر عن وقف وساطتها في قضية العسكريين المخطوفين احتل صدارة صحف بيروت، التي تابعت أيضا التحرك الفرنسي اليوم باتجاه لبنان لتحريك ملف الانتخابات الرئاسية. هذان العنوانان وغيرهما سأتابعهما في حلقة اليوم مع الأستاذ زياد الصايغ، المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني. صباح الخير دكتور صايغ. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. رح نبدأ مباشرة بالموضوع الأبرز والأهم اليوم، وهو ملف المخطوفين العسكريين. كاريكاتير أرمان حمصي بجريدة النهار رسم إصبع يد تضغط على زينات بندقية، فيما أهالي العسكريين المخطوفين يحاولون عرقلة هذا الإصبع. من يريد أن يطلق النار على هذا الملف؟ بداية تحية إلى روح الشهيد علي البزال وكل شهداء المؤسسات العسكرية اللبنانية والمدنيين. المفارقة الأساسية التي نعيشها اليوم أنه الأهالي حاسين حالهم بمواجهة الدولة، والدولة عاجزة. سمعنا البارحة أنه الرد سيكون في سرايا الحكومة، هيدا يمكن أخطر شيء نسمعه عندما يكون الألم موحد للبنانيين. نعم. بدل ما يكون موحد بين الدولة وبين الناس، اليوم صاروا الناس بمواجهة الدولة والدولة عاجزة. يعني هذا ربما أراده الخاطفون منذ البداية. للأسف بسبب غياب آلية اتخاذ القرار السياسي الحكيم والسريع والحاسم، هو الذي أودى بنا إلى ما نحن عليه. تصور المشهد. شو سبب هذا العجز؟ يعني بالرغم من إصرار الجميع على ضرورة وصول هذا الملف لخواتيمه الإيجابية، ليش هذا العجز؟ العطب البنيوي الذي نعيشه على ثلاث مستويات. المستوى الأول مستوى غياب السياسات العامة. نعم. وإذا أخذت ملف، وهي قضية المخطوفين، هو ليس ملف، هي قضية. نعم. قضية المخطوفين، هناك كان غياب للوضوح، تضارب في آلية اتخاذ القرار، منهجية عمل مختلفة. خلية الأزمة شهدنا فيها نوع من الأزمة. صار عندك عطب بنيوي في غياب سياسي حاسم بداية في معالجة هذه القضية التي تتعلق مش بالوضع الإنساني لأهالي المخطوفين، بالأمن القومي اللبناني، لأنه نعرف تداعيات هكذا قضية على الأمن القومي اللبناني. العطب البنيوي والثاني هو في المؤسسات، مؤسسات بحد ذاتها يعني. حتما مؤسساتنا معطلة مستباحة، تتفوق فيها شرعيات على شرعيتها. شفنا نموذج من مفاوضات صارت رديفة إلى جانب الدولة والإخراج الذي تم لها، وأعتقد أنه كان من المهم أن تتم هذه العملية. بس سؤال، كيف كان التنسيق مع الدولة وكيف تمت عملية إخراج عملية المفاوضة؟ طب بهذه النقطة تحديدا دكتور صايغ، ليش ما استفيد من مما جرى إيجابا؟ يعني ليش يحكى عنه بصورة سلبية بدل أن تتم الاستفادة منه بطريقة إيجابية؟ أنا بعتقد لأنه في عنا غياب رأي عام بحاسب بالأول. لو في رأي عام بحاسب كان في إمكانية الاستثمار الإيجابي. نعم. ولكن بنفس الوقت حتى على مستوى مقاربة الحكومة اللبنانية لهذه القضية، بدا فعليا أننا أمام عطب جدي في إرباك، في مقاربة يعني. في إرباك حقيقي. نقطة الثالثة يلي هي أساسية، شو بنعمل بالناس؟ ناس على الطرقات، ناس موجوعة، كيف عم نتعامل معها؟ على أي أساس؟ هالثلاث أعطاب بنيوية يلي هي في غياب ملاقاة وجع الناس، في غياب آلية اتخاذ القرار الفاعل، وفي غياب تفعيل عمل المؤسسات. وين صرنا بلبنان اليوم؟ صرنا كل حارض حارض، كل مين ايده إلو، ما بقى قادرين فعليا نوجه بوصلة عملنا إلى خيارات وطنية نلتقي فيها مع بعضنا البعض على المصلحة الوطنية العليا. وهنا يجب ربما استدعاء دور مش من الطبقة السياسية، من المجتمع المدني، من المجتمع المدني تحديدا، تقدر يعمل توازن. المجتمع المدني غائب، مطلوب اليوم منه إما غائب، إما معطل دوره، إما يعيش استقطابات مع القوى السياسية. نعم. والمطلوب إخراجه من الاستقطاب، إخراجه من الشلل، وتوجيه بوصلة عمله إلى ثلاث محاور، وهذا ما يطرحه
ملتقى التأثير المدني، إعادة تفعيل آلية النظام التشغيلي في لبنان في بعده الدستوري، انتظام آلية العمل الدستوري الديمقراطي والعمل الإداري، وهيدي نقطة أساسية. إعادة الاعتبار القضايا الاقتصادية الأساسية بكل القضايا، خصوصا في قضايا البنى التحتية، المياه والكهرباء والمواصلات والنفط والغاز اللي نحن قادمين فيه على نقاشات حامية، والبعد الاجتماعي اللي بيتعلق برزم الحمايات الاجتماعية للناس. هالثلاث قضايا إذا بتطلع اليوم على مشهد الدولة اللبنانية، هذه القضايا أول شيء معطلة مدمرة، وما نعيشه هو نتائج لتعطيل بنية هذه الأنظمة الثلاثة. دكتور سايغ، اليوم المعطى الجديد بملف بقضية المخطوفين العسكريين موقف قطر، حيث أعلنت الخارجية القطرية بحسب جريدة السفير عن عدم إمكانية استمرار دولة قطر بجهود الوساطة لإطلاق سراح العسكريين بسبب قيام الخاطفين بقتل جندي لبناني معربة عن بالغ أسفها لمقتله، مع أنه في صحف أخرى وضعت السبب بمكان آخر. ليش برأيك قطر أوقفت وساطتها؟ أنا بدي أسأل السؤال من غير محور أساسا، لماذا يجب أن ننتظر من قطر أن تكون بدور الوساطة؟ لأنها نجحت بملفات سابقة. أوكي. حيث لماذا لم مماثلة لماذا يمكن؟ لم نقم نحن كلبنانيين على كل المستويات بكل الإرادات الطيبة اللي عندنا وبكل القدرات التي لدينا فعليا، لماذا لم نقم بعملية المفاوضة كما يجب وأوصلنا هذه القاعدة إلى خواتيم؟ هلأ المباشرة أو غير المباشرة، ولكن حتى بموضوع الوساطة خلينا نشوف اليوم شو عم نناقش نحن. في عنا شهيد، في عنا عسكريين مخطوفين الله ينجيهم وإن شاء الله يعودوا سالمين، ولكن السيف وصلت على رأسهم، ونحن مش عم نناقش بصحفنا وبإعلامنا بدور قطر، بدور قطر، انسحاب الوسيط القطري ولا وجود الوسيط القطري. هل يكون في مغزى لهذا الانسحاب؟ هل في مغزى معين او مؤشر هيك بحسب يعني فور ما سمعت هذا الخبر؟ شو بتبادر الى بعتبر انه ما بيعنينا، ما يعنينا هو ان تعيد الدوله الامساك بزمام المبادره وتقوم بوضع سيناريوهات لعلاج هذه القضيه، لانه هي القضيه كل ما عم بتطول، كل ما عم بتازم وجع الناس، نعم، كل ما عم تفقد اللبنانيين ثقتهم بدولتهم، وبدون وجود دولة ما في إمكانية إنه اللبنانيين يكونوا مرتاحين، عم تضرب فعليا هيبة المؤسسات المتبقية. والنقطة الثالثة يلي هي أساسية، نحن وأنا في موقع إعلامي أحترم وأجل، ولكن في ثلاث أشهر الأخيرة رولا في شيء مخيف كان بالإعلام. في لبنان هذا النقاش التفصيلي وهذا النقاش التكتيكي وهيدي التسريبات يلي مست فعليا بجوهر المفاوضة، لوين اخذين البلد؟ التسريبات بتقصد بخصوص التوقيفات تحديدا؟ كل انواع التسريبات بهاي القضية كان لازم فعليا ان تمسك بسرية تامة، نعم، وان يعلن فيما بعد عن نتائجها ايا تكن النتائج. لماذا؟ يعني المعالجة اليوم البلد على فوهد بركان قاعد، يعني المعالجة بتبدأ بالإعلام برأيك؟ لا، عدم فتح الأمور على المنبر الإعلامي. إذا بدنا نروح باتجاه اتهام الإعلام فقط، أنا بقول ما بنكون عادلين. لا، نعم، خلينا نروح بالاتجاهين. أول شيء هناك قصور في ممارسة المفاوضة من قبل الحكومة، نعم، اللبنانية، وهذا بسبب مش عدم وجود سيناريوهات، بسبب تضارب المواقف في المواقف، نعم، في سبب ازدواجية في الصلاحيات، وبسبب عدم وحدة الموقف على مستوى المصلحة الوطنية العليا. الإعلام هو نتيجة هذا الارتباك، ولكن نعم يتحمل الإعلام بعض المسؤولية، وأنا أنا جاي من موقع إعلامي. ما أنا عم أقول لك هلأ بده يطلع من يقول لك وين الحرية الإعلامية، وين السبق الإعلامي. الحريات الإعلامية تقف عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي اللبناني، وباخذ مثل بالولايات المتحدة الأمريكية عندما، نعم، صار حدث 11 سبتمبر، نعم، شفنا شي صورة كيف كانوا عم بيشيلوا الجتات، أو شفنا شيء؟ ما شفنا شيء، لأنه في شيء بتعلق كان بالأمن القومي. خلينا نروح اليوم بإعادة ترتيب بيتنا الداخلي وإعادة بناء ضميرنا الوطني، وهذا ما يطرحه ملتقى
التأثير المدني. رح نرجع نوصل لمبادرة أو ما يطرحه الملتقى، ولكن بالمعطيات الجديدة إضافة لتوقف الوساطة القطرية دخلت هيئة العلماء المسلمين على الخط كما قالت اللواء عبر إطلاق مبادرة الكرامة والسلامة التي تتضمن نقطتين، أولا إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين بإشارة لسجى الدليمي طريقة أبو بكر وعلا العقيلي زوجة أبو علي الشيشاني والأطفال يلي معهم، وثانيا تعهد الجهات الخاطفة بالإقلاع عن ترويع الأهالي والكف عن تهديدهم بقتل أبنائهم، وخلية الأزمة لم تسقط من حسابها إمكان التعاون مع من ترشحه الهيئة. كل هيدا ما كان لازم نسمعه، لأنه على ما بدا سابقا كل الوساطات اصطدمت بالحائط بسبب هذا النوع من التسريبات والتحليلات. كان الأجدى أن تجتمع الحكومة اللبنانية اجتماع استثنائي وتعلن موقف واضع بعد استشهاد علي البزال، وهيدا ما شفناه. كان المهم كان في اجتماع لخلية الأزمة، المطلوب ولكن اجتماع للحكومة اللبنانية. يبدو أنه خلية الأزمة مثل ما قال رئيس بيري صارت أزمة خلية، يمكن بسبب غياب الموقف الموحد. ما بدنا نروح نحن نحاسب خلية الأزمة أو نحاسب ناس معينين، خلينا نروح باتجاه واحد. ما هي النتائج التي تأتت عن المفاوضة التي قادتها خلية الأزمة؟ حتى الآن نحن أمام مشهد سوريالي، نحن أمام مشهد تفتيتي في البلد، وبعد ما سمعناه بعد استشهاد الشهيد علي البزال كان مخيف جدا، وضع البلد على كف عفريت. المطلوب إعادة الاعتبار للفكر النقي، للفكر الهادئ، العودة إلى مقاربة الموضوع باستراتيجية لحماية لبنان. لبنان عم بينهار من بين إيدينا، ونحن شو عم نعمل؟ أو عم نتراشق بمواقف لحسابات سياسية، أو عم نتطلع على موازين قوى إقليمية، أو عم ننتظر تدخلات دولية والبلد عم بينهار بين إيدينا. لبنان يستأهل أن نأخذ فيه زمام المبادرة لإعادة إنقاذه. بتقولي لي كيف؟ نحن نملك المبادرة. كيف؟ قبل ما نتابع حديثنا حتى ما نترك كثير عبر الهاتف، معنا نائب دكتور جمال جراح عضو كتلة المستقبل. صباح الخير دكتور جراح. صباح النور. ماذا بعد أن أعلنت قطر وقف مساعيها ودخلت هيئة المسلمين من جديد على خط إطلاق سراح العسكريين والأمنيين المخطوفين؟ يعني بعتقد أنا المبادرة القطرية أو الوسيط القطري كما سمي استهلك وقت كتير في المفاوضات دون أي جدوى، وكان الموفد القطري يغيب كل 15-20 يوم مع بعض، نعم، ويرجع بناء لاتصالات وطلب. مع ذلك لم يكن هناك جدية في التعاطي مع هذا الملف. أيضا نوع يبرر أن هناك تعنت كبير من الحكومة في موضوع إطلاق المسجونين، وهناك عدم جدية من الحكومة في التعاطي مع هذا الملف. أنا بعتقد يعني إيجاد أطر أخرى للتفاوض قد تؤدي لنتيجة أفضل. نعم. طبعا سمعنا عن عودة هيئة علماء المسلمين للتدخل في هذا الملف، نتأمل أنه ينجزوا شيء كما أنجز في السابق. بتعرفي بالبداية كان في وساطات وكان في مفاوضين محليين، أنتجت إطلاق سراح 11 عسكري. نعم. يعني حدثك متفائل بهذه العودة؟ يعني طبعا هذا الشيء بيعتمد على إداء الحكومة، على إداء يعني التعاطي الحكومي مع موضوع التفاوض. نعم. ماذا تقصد بهالكلام دكتور جراح؟ هل أن من يعني في الحكومة من لا يريد لهذا الموضوع أن يصل لخواتيمه الإيجابية؟ واضح في قوى سياسية ضد المقايضة، وهي بنفس الوقت تفاوض وتقايض وتحرر أسراها وتمنع على الآخرين المفاوضة وتحرير أسراها، وهذا الأمر أصبح واضح لدى كل اللبنانيين أن هناك قوى سياسية لا تريد المقايضة، نعم، وتعمل من خلال
بعض الجهات على تعقيد الملف أكثر وأكثر. نعم. وبعتقد أن اعتقال النساء والأطفال عقد الموضوع وأدى إلى استشهاد علي البزال مع الأسف. نعم. اعتقال النساء والأطفال ولا تسريب الخبر يلي أدى لذلك؟ لأنه الاعتقال كان تم قبل. يعني الاعتقال وتسريب الخبر وتعاطي الإعلامي أو تعاطي الإعلام مع التسريبات اللي صارت أدى إلى استشهاد علي البزال. دكتور جراح. نعم. فواضح أن هناك دوائر وجهات سياسية لا تريد المقايضة وتريد تعقيد الأمور للوصول إلى حالة معقدة جدا لا يمكن معها الاستمرار بالتفاوض أو الاستمرار في حل هذا الموضوع. من أجل أي غرض؟ من أجل إبقاء هذا الملف مفتوح وهذا الجرح مفتوح وإبقاء التهديد لأرسال ومحاولة خلق أزمة أخرى مع أرسال لتؤدي الغرض اللي أساسا صار من شأنه المعركة الأولى. وهو؟ وهو الاقتصاص من أرسال ومحاصرة أرسال وتأديب أرسال لموقفها السياسي المؤيد للثورة السورية. سؤال تاني دكتور جراح بخصوص ردود الأفعال، يعني من بعد استشهاد علي البزال سمعنا ورأينا مشاهد يعني مخيفة إذا بدنا نقول من حيث ردة الفعل على الأرض. أنتم كنواب يمكن لبقاع بالدرجة الأولى ولبنان بالدرجة الثانية، ماذا ستفعلون لضبط الشارع؟ يعني واضح أن هناك من يحرك الشارع باتجاه أرسال، مع العلم أن أهالي أرسال قدموا 3 شهداء في حمايتهم للقوى الأمنية، استشهدوا بمواجهة المسلحين في المعركة الأولى لحماية العسكريين. نعم. ثم أنه بعض العسكريين وضعوا ببيت الشيخ مصطفى الحجيري حمايتهم، لكن الأخطاء اللي صارت خلال عملية الانسحاب أدت أنه المسلحين يغبوا العسكريين معهم ويخطفوهم، وبرجع أقول نتيجة الأخطاء اللي حصلت، ولا كان النية أن يترك العسكريين في أرسال وينسحب المسلحين. نعم. ومش وقت نحكي كل شيء هلا. نعم. لكن هناك جهات لا تزال تتهم مصطفى الحجيري، اللي هو لولا مصطفى الحجيري لم نكن قادرين على إطلاق 11 عسكري، ولولا مصطفى الحجيري لما كنا قادرين نضغط على المسلحين للانسحاب من أرسال. لكن هناك من يريد أن يقتص من مصطفى الحجيري ومن أرسال ومن أهالي أرسال. نعم. بصراحة أقول هذا الكلام. دكتور جمال جراح عضو كتلة المستقبل النيابية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في كلام بيروت. دكتور زياد الصيغ سنعود لحديثنا مباشرة بعد التوقف مع أول فاصل.